وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلينا نبدأ من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة سير السيارات أعلى الكوبري، وده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة ومكملة لحد رمسيس، واللي متجه من مناطق وسط البلد أو وسط المدينة حتى مدينة نصر، وشارع رمسيس كمان بيشهد كثافات مرورية بتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية مكملة لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد الساحل والأمرية والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد، كمان في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. المتجه للمؤسسة فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. خلونا دلوقتي نروح محافظة الجيزة، ومن الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند بعض النزلات لكنها متحركة. محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين في كثافات معتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. كمان شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وباقي شارع الهرم بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كمان كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. تعالوا نروح لحد محافظة اسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، والكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش كمان، أما بواقي الشارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع عند شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها لحد دلوقتي متحركة. تعالوا نروح لحد أسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات.